السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقينا قصقوصة من القطيفة فقلنا نعمل لها النهاردة إعادة تدوير، وحاجة مهمة قوي وأحلى هدية ممكن تقدميها للحبايب في شهر رمضان الكريم. يلا نبتدي مع بعض. نعمل غلاف للمصحف الشريف. شفت البوكسات اللي بتتعرض على الفيسبوك أو السوشيال ميديا عموما، إن البوكس بحوالي 400 جنيه، عبارة عن غلاف للمصحف وسجادة وسبحة وحاجات كده صغيرة، تمام؟ فقلنا النهاردة نعملها بطريقة بسيطة جدا وإن شاء الله تنال على رضاكم وإعجابكم. مجرد بس قطعة قماش موجودة عندك، أي قماش يا جماعة، تمام؟ الموضوع من أسهل ما يمكن، وأي استرس سواء عايزة استرس أو مش عايزة، تمام؟ هفك بس القطعة دي اهو، بسم الله. هو ده بس اللي انا محتاجاه، ان مثلا اهو يكون الجزء ده كده حوالي 12 سنتي، يبقى كمان 12 سنتي من الناحيه دي. مشروع قوي جدا جدا، لان الناس بتقبل على هذه الاشياء بشكل كبير، تمام؟ كل اللي انت بتدفعيه بتكتبيه كده على جنب. انا مثلا جبت مصاحف احجام، بقى جبت قطعة القماش سواء قطيفة سواء اي لون، برضو بحسب كل ده اهو. باخد هنا 12 سنتي كمان وبعمل علامة والخامات اللي انا بحطها، البرونز اللي انا بحطه، كل الحاجات اللي انا بعملها دي، وبرضو بعمل لها اعلان على السوشيال ميديا، واقلل في السعر واقلل في التكلفة علشان يكون عندي اقبال على المنتج بتاعي. مش بعمل اي حاجة غير اني هخيط بس الجنب ده هقفله، تمام؟ هنا انا مش عايزة المساحة دي كلها، بس ممكن اطلع بيها لفوق اهو عشان ما اهدرش في القماش واقدر استخدم باقي القماش في حاجة تانية اهو بالشكل ده كده، واشيل الزياده اهي. لايك وشير فضلا وليس امرا. بسم الله اهو يا جماعه بالشكل ده كده. هعمل بس علامه عشان اعرف انا هخيط بدايه من ايه اهو. هبتدي من اول هنا كده واحط الدبوس بتاعي عشان ابتدي اخيط. كلش مشدودة قوي، ونفس الحكاية الناحية التانية. بصوا اهو الخياطة هتكون كده بالظبط، يعني انا هقفل كده وهقفل كده بس، مش هعمل اي حاجة تانية. يلا كده نخيط مع بعض. ما يشترطش مكنة يا جماعة، ما يشترطش في المشروع ده مكنة خالص. ممكن الزق بس يكون لزق قوي، يعني ما احبش حد ياخد الحاجه ويشتريها ويبقى واثق فيا وبعد شويه يرجع يلاقيها مثلا ايه اتفكت، يعني ازاي تزق كويس، تمام؟ وممكن خياطه يدويه، بس برضو تتاكدي انها تكون شكلها حلو وكمان الفينش بتاعها حلو، يعني تعمليها باريحيه كده زي ما بيقولوا. ومش بس المصاحف، لا اي غلاف انا ممكن اعمله بالطريقه دي. طبعا انتوا عارفين ان قماش القطيفه ما بيحتاجش ابدا ان انا اعمل له تنايات ولا حاجه اهو، وموضوع مش مكلف خالص، مجرد بس كفرات بتعملها بالشكل ده، ونوعي في الالوان وفي الاشكال وفي التصميمات، واحلى احلى مشروع باذن الله عليه اقبال كبير جدا جدا. بنحاول نحقق لك المعادلة الصعبة، تعملي مشروع وبدون تكاليف وكمان وانت قاعدة في بيتك مع اولادك. تعالوا بقى كده نشوف الغلاف، ما عملناش اي حاجه تانية، هو بس الجنابي وبس. اهو يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين، وهتغلفي بقى ايه البوكس نفسه بنفس البوكسات دي، بتتباع جاهزه او كراتين تتغلف او تعمليها حتى بتتغلف بنفس القطيفه ونفس السبحة، بس انا لا افضل ابدا اهو. بص زي ما حضراتكم شايفين كتابة الاسماء اسوأ ما في البوكسات اللي انا شفتها على السوشيال ميديا، ان الاقي مكتوب مهاب، مكتوب مش عارفة ايمان، مش عارفة قلبه مين ومين. لا 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 تهينوا كتاب الله، هو كده ما تعملوش فيه حاجة تانية. كلمة الله بتتباع يا جماعة في محلات اللي من دول اللي بتتباع فوانيس، بتتباع
بسيلفر او بالذهب، كلمه الله كده لوحدها بتتباع. هعمل لكم ان شاء الله جوله في محلات الاكسسوارات ومحلات القماش، وده كله الجولات هتتابعوها معانا على قناتنا ايام زمان، هسيب لكم الرابط او التعليق. تمام. في هنا بصوا كده مثلا الاستراس ده حاجه كده خفيفه اهو، او بالحرف كده. تمام. يعني ممكن ايه عشان اهو كده اهو. تمام. ده برضو بيتباع، كل الجوله هعملها لكم، بس ايه مش على قناه الخياطه عشان ما يبقاش لخبطنا القنوات في بعض. قنوات ايام زمان هنعملها، قصدي هي موجوده هسيبها لكم اول رابط اهو. سجاجيد كمان مكتوب عليها اسامي، حاجه يعني مش لطيفه خالص. وقلوب على السجاده، واولا السجاجيد يعني بتاعت الصلاه ليها اداب، الصلاه ما بين راجل وزوجته او جماعه ليها اداب يا جماعه، بلاش اللي انتوا ايه التقاليع الغريبه دي اهو. ممكن تصلي جنب جوزها وكل حاجه، بس على مسافه يعني ما بتسواش ابدا الامر. تمام. بس الجزء ده كده الشريط ده بيتلزق او يتكوي عادي مفيش مشكله، وبيتخيط، بس احنا برضو مش عايزين نتقل عليكي، عايزينك تعملي حاجه بدون ما تحتاجي للماكينه. بصوا ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، بصوا شايفين كده ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. ممكن بقى اسطوانه زي دي كبيره وتكتبي كلمه الله كده من الظهر وتعمليها، تديك الشكل اللي انت عايزاه. تمام. انما اسامي لا، الله يبارك لكم، لا عشان ما حدش يقول لي ما عملتيش التقليعه الجديده ليه، لا. تمام. انا عملت كمان السيلفر ده منه، وعملت كمان منه اللون الذهبي زي ما حضراتكم شايفين. اتمنى فكره النهارده تكون عجبتكم، بشكركم جدا جدا، كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.